يا صباح الخير وحلقة جديدة وبداية جديدة مع سنة جديدة والحياة وما فيها. ازيك يا أمنية، عاملة ايه؟ ازيك يا شروق، عاملة ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا رب. مبسوطة جدا ان انا معاكي النهاردة، وانا كمان مبسوطة. وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة حلقتنا هتبقى مختلفة، هنحتفل معاكوا بالسنة الجديدة بس على طريقتنا احنا، يا رب تعجبكم. ربنا يجعلها سنة جديدة سعيدة علينا كلنا وعلى كل مشاهدينا. وينفعش نبدأ السنة الجديدة الا لما نعمل كشف حساب لسنة 2023، نشوف ايه اللي كان كويس وايه الحاجات اللي كلنا قصرنا فيها، وازاي نتغلب على التقصير ده. بالظبط، كشف حساب. كشف حساب زي حساب البنك بالظبط. اي حد عنده حساب في البنك بيعمل كشف حساب كل فترة علشان يعرف الفلوس بتاعته راحت فين والمين وليه، وهو ده اللي المفروض نعمله لنفسنا قبل بداية السنة الجديدة. المفروض نعمل كشف حساب لنفسنا عن كل يوم عدى من السنة راح لمين وليه وفين. هل في ناس انا كنت بتمنى اقرب منهم ووجودهم كان مهم في حياتي وحققت ده؟ طب هل في ناس كانوا مؤذيين في حياتي وكان لازم ابعد عنهم بس انا لسه خايف ابعد عنهم بحجة ان انا مقدرش اعيش من غيرهم رغم ان هم مؤذيين نفسيا؟ متجوزة ومخلفة، عملت كل حاجة اقدر عليها لجوزي وعيالي. طب تفتكري السنة اللي عدت عملت ايه لنفسك؟ حققت انجاز جديد ولا نسيت نفسك كالعادة؟ خايفة تاخدي خطوة جديدة تنجحي فيها وتحسي بذاتك؟ لسه عندي خوف من اول خطوة؟ يبقى حلقتنا دي تهمك. عاوزين نبدأ سنة جديدة واحنا عارفين الخطوات اللي لازم نمشي عليها علشان نعرف احنا عاوزين ايه وازاي نحقق كل اللي بنتمناه ونبعد عن اي حاجة واقفة قصادنا، سواء مشاعر سلبية او خوف من بكرة، احباط، تعلق مرضي بناس، كل اللي بتعمله فينا ان هي بتأذينا وبس. وحلقتنا النهاردة مش مجرد كلام وبس، لا، احنا هناخد الموضوع بشكل عملي. هنعمل كلنا النهاردة كشف حساب، وانا وشروق اولكم. جهزوا معانا ورقة وقلم عشان انتوا هتعملوا معانا كشف الحساب عشان نبدأ سنة جديدة بفكر جديد، بأهداف جديدة، بحلم جديد، وان شاء الله هنقدر نحقق ده. اهلا بيكم مرة تانية، وبنرحب بضيفتنا دكتورة نجلاء منير، دكتوراه في علم النفس لايف كوتش. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا. ميرسي، بنورك. دلوقتي انا عاوز اسال حضرتك سؤال. ليه في ناس ممكن تسال ليه نعمل كشف حساب؟ ما دينا عايشين اليوم بيوم. ما افتكرش البني ادم بطبعه بيحب التغيير. ثم انا لما اعمل كشف حساب هحسن جودة حياتي، يعني بالتأكيد في حاجات ضايقتني السنة اللي فاتت، بالتأكيد قلت وعملت حاجات أنا مش راضي عنها، بالتأكيد اتظلمت وظلمت، فمش معقول هكمل حياتي في حاجات مضايقاني. على الأقل إذا ما عملتش كل حاجة صح أو ما جددتش كل حاجة وخليتها ماشية مظبوط، أقلل الحاجات اللي بتتعبني وبتتعب اللي حواليا عشان أبقى أنا مبسوط في حياتي. طيب ده هدف نبيل. يعني إزاي أصلا نعمل كشف حساب؟ عشان أعمل كشف حساب ما ينفعش اجي اخر السنه واقوم مره واحده كده اجي افكر في كشف حساب، لانه في حاجات هتسقط، في حاجات هتتنسي، في حاجات شعورك ناحيتها هيتغير. عشان كده انا بفضل انه كل يوم بالليل كده دقيقتين قبل ما انام، انا النهارده كشف حسابي، انا كسبان ولا خسران؟ كسبان كانسان ولا خسران؟ كسبت ايه وخسرت ايه؟ كسبت مين وخسرت مين؟ عملت اللي عليا ولا لا؟ مش لازم ابقى مظبوط 100%، بس لازم ابص خطوتي الجايه فين وخطوتي اللي فاتت كانت صح ولا غلط. طب هو ده مش المفروض يحصل لما افهم نفسي الاول؟ طبيعي لازم افهم نفسي، ما انا لو مش فاهم نفسي مش هفهم الناس اللي حواليا. بس في ناس كتير قوي مش فاهمه نفسها، وانا واحده منهم على فكره، مش فاهمه نفسي، مش قادره تتعرف على نفسها اصلا. مش قادره ولا مش عايزه؟ عشان الموضوع بيفرق. لا، مش ممكن. اقول لك ايه الفرق؟ طيب لو انا حاسس ان فيا حاجات عيوب بس انا بستفيد منها، بتحقق لي حاجة معينة او بتجنبني اذى انا او بتجنبني مجهود انا مش عايز اعمله، فمش هفكر بقى. انا بطلع بموقف موقف، المهم ان انا انتصر في الموقف بتاع النهاردة. لكن الناس التانية اللي عايزة تبقى ارقى، عايزة تبقى افضل، عايزة تكسب بس بطريقة محترمة، عايزة تحسن العيوب بتاعتها، لازم تعمل كشف حساب. طب احنا دلوقتي عايزين نقول للمشاهدين، احنا دلوقتي بنعمل تجارب قدامكم علينا علشان كل واحد فيكم يعرف اصلا يفهم نفسه ويعرف نفسه ايه. كملي يا دكتور، معلش. لا خالص، مفيش حاجة. بس فمهم قوي قوي ان انا اعرف نفسي وافهم نفسي. البني ادم كائن يعني بيستخدم مشاعره كتير، ولو هو مش بس فمهم قوي قوي ان انا اعرف نفسي وافهم نفسي.
البني آدم كائن يعني بيستخدم مشاعره كتير، ولو هو مش فاهم نفسه وفاهم مشاعره وفاهم ايه السبب اللي مخليني، يعني انا ممكن ابقى عصبية في يوم، لازم اسأل نفسي سؤال، انا ليه عصبية؟ ايه اللي حصل؟ ما هو اكيد في حاجة حصلت، او افتكرت حاجة، او ما نمتش كويس. طيب اذا انا فهمت ان النهاردة انا عصبية وكان في سبب ما، خلاص بقى الحاجات اللي احس انها تستدرجني للغلط بلاش منها النهاردة، اتجنب قد ما اقدر، وافكر في الكلمه قبل ما اقولها. في كده حاجات احتياطات، عارفه لما تحسي بدور برد كده وتبتدي تاخدي الحاجات اللي تظبط لك الاداء، هي نفس القصه. لو انا بعمل دوت هبقى بحسن يومي، وبالتالي بحسن السنه لما يجي كشف الحساب بقى السنوي، هطلع كسبان كتير. طيب يا دكتور، هل في اختبارات عمليه احنا نقدر نعملها نكتشف بيها نفسنا عن طريقها؟ طبعا علم النفس مليان اختبارات تتعرفي بيها على نفسك، بتزود عندك الذكاء اللي يخليكي فاهمة انت ايه اللي في عقلك وايه اللي في قلبك وايه اللي في تصرفاتك صح وايه اللي في تصرفاتك عايز يتعدل شوية، وتهدفي بقى كل حاجة. كل حاجة لما يبقى ليها هدف كويس هتطلع كويس. طب عايز اسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. ازاي اصلا اعرف ان انا اوصل نفسي للي حضرتك بتقولي عليه، ان انا ابقى حاطة في دماغي ان انا مثلا عصبية او كده، ان انا اشيل ده من عندي او اشيل ده من شخصيتي؟ انا ممكن اقول ان لا، ما بقاش اصلا شايفه ده. لا، ما انا لازم الاحظ. ازاي بقى البني يعني ازاي ادم البني المهتم ادم يوصل ده؟ المهتم ان هو يتغير للاحسن هيلاحظ. البني ادم اللي مش مستمرق، يعني مش فارق معاه يجرح الناس، لا ما خلاص بقى، مش انا طالع مبسوط. بس في ناس كتير كده، في ناس كتير كده ما بتحاولش تغير نفسها، مش بتراعي مشاعر الاخرين. على نفسي يعني. مش هضحك على نفسي ولا اضحك عليكم كتير الحقيقه كتير يعني. اكتر، وللاسف كل ما الوقت بيمر كل ما هم بيكتروا. وبعدين اصل هقول لك على حاجه، معلش يعني، الطريق الصح صعب صح، والطريق الغلط اللي انا باخد فيه اللي انا عايزه مش مهم دوست على مين سهل. طب قوي. عايز اسال حضرتك سؤال بقى تاني بعيدا عن الموضوع، بس بما ان حضرتك اتكلمنا في الموضوع ده، في ناس بتقول بتبقى وجهه نظرها ومقتنعه بيه جدا ان انا الثقه بالنفس، ان انا ابقى واثق من نفسي ومش مهم اي حد تاني، ما بدوس عليه، ما بدوس على اللي حواليا، بس انا اهم، نفسي اهم. هو ده صح؟ لا طبعا مش صح. طب ليه بقى؟ مع ان هو بيقول لك بحجه ان انا ما بجيش على حد. ما دام سالتي يبقى مش صح، لانه ربنا خلقنا عندنا فطره، الفطره السليمه النظيفه النقيه. ما دام انت حاسه في حاجه، هي دي صح ولا غلط؟ يبقى اكيد فيها حاجه غلط. فكره ان انا ابص لنفسي وابني نفسي واهد الاخرين، ده مش صح. انا المفروض ابني نفسي عشان اساعد الاخرين يبنوا نفسهم. ما هو اصل بصي، انت مش عايشه لوحدك، انت عايشه في وسط ناس. لو انت الناس اللي حواليكي متعبين، ما انت هتتعبي حتى لو انت واثقه في نفسك. لما الناس اللي حواليكي، على فكرة انت ممكن تبقي قدوة للناس دول لو انت بتتعاملي بطريقة راقية، وبتحاولي ان انت لما تغلطي، مفيش بني ادم ما بيغلطش برضو، عشان بس نبقى واضحين، كل الناس بتغلط، بس في ناس بتغلط وتستنكف او تستكبر انها تقول انا اسف، وفي ناس تانيين لا، بتقعد مع نفسها تصلح وتظبط كده، ايه اللي وقع مني، انا ليه عملت كده، ولما بتلاقي نفسها غلطانه ما عندهاش اي ازمه في انها تيجي تقول لك سوري انا غلط. على فكره ده منتهى القوه، الناس بتتعامل مع الاسف على انه ضعف. طيب دي اكبر مشكله في المتجوزين، معلش يا شروق انا اتفضلي. دي اكبر مشكله في اي اتنين متجوزين، ان ساعات يا الراجل بيكابر ان هو يتاسف، يا الست بتكابر. علشان اسمحي لي اقول لك، يعني اللي بيعمل كده شخص ضعيف، شخص مش واثق في نفسه. لانه انت لو انت شايفه نفسك قويه واثقه في نفسك، واثقه في انك عملتي كل اللي عليكي، ايه اللي هيضرك او يقلل منك تقولي اسفه؟ بالعكس، انت هتكسبي اللي قدامك، هتكسبي نفسك، لانك بس تكوني متاكده انك غلطتي. اصل في ناس بتبقى ايه موضوع الاسف ده عندهم زي سوري اللبانه، يعني بيخلص اموره، انا بيقضي بيها مصالح. لا مش مصالح، بس انا بعتذر عشان اعدي الموقف مع اي حد، لا حتى لو انا مش غلطان. لا انا بعتذر عشان عارفه نفسي ان انا غلطت. ده غلط كبير. لا انا ببقى غلطانه بعتذر، هو مش غلطانه بعتذر. سامحيني يعني، مش هيعدي ومش ضعف، مش هيعدي، هو بيتركن عشان يجيلك بصوره اقوى للاسف. يعني ما هو قاعده بتحصل في الحياه، ولو اننا كلنا مش راضيين عنها، بس هي بتحصل، ما تعرفيش، كأن كائنات فضائيه بتيجي تعملها. يعني
فكره انه اللي بيتدلع الناس بتدلعه زياده، اللي بيبلطج في التعامل كده الناس بتعمله ألف حساب. الانسان الطيب كله بيجي عليه، حتى ممكن يبقى متنرفز من شويه حر مثلا حد، ويجي يطلع غله في حد لانه عارف انه رد فعله هيبقى لطيف، ممكن يقول له سوري وهو ما عملوش حاجه. فبصي، فكره ان انا اخلي حياتي اكثر جوده، اخلي سلوكياتي اكثر رقي، مش معناها ابدا ان انا اجي على نفسي. ما دام ما غلطتش ما تعتذرش. ممكن تقول حاجه بديله لطيفه، انا متفهم ان انت اتضايقت، حتى لو انا ما كنتش زعلتك انا بقول لك ما تزعلش، لكن ما افضلش اقول اسف عمال على بطال. ما هو اصلي خلي بالك، لما بتقولي للي قدامك اسف خلاص هو بقت فكره عنده ان انت غلطتي، فاهماني؟ فبقى سهل عنده انه يغلطك. لا، انا قويه لكن انا بديلك حته من مشاعري المتفهمه. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل العملي، الصور دلوقتي جاهزه. أوكي. في صور دلوقتي هتطلع على الشاشه قدامكم، حضروا نفسكم هتعملوا معانا الاختبار ده، مش احنا لوحدنا. هتطلع على الشاشه الصور دلوقتي. الصور بقى عباره عن ايه يا دكتور؟ الصوره دي صوره بيستخدموها دكاتره علم النفس في ان هم يفهموا. المفروض انك تبصي على الصوره وتقولي دي اول صوره، المفروض احنا بنعمل ايه بقى؟ شوفي اول حاجه لمحتيها ايه وتقوليها لي. شفت الذئب والوش؟ انا لمحت الوش. حاجه واحده الوش بس، انا لمحت هي الوش. شافت الذئب، انا لمحت الوش وانت لمحتي الوش. اقول لك بقى، اللي شاف الذئاب اللي موجوده في الصوره دي اول حاجه، ده شخص عنده استعداد دائم انه ياخد مغامرات. ده انا؟ المفروض يعني تاخدي مغامرات يا امنا. انه ياخد مغامرات، ما عندوش خوف ان هو يجرب حاجه جديده ويغامر. ما هو خلي بالك انت مثلا ممكن تخشي تتعلمي لغه جديده، ما هي دي مغامره. هي المغامره مش ان انا اروح اكسر. انا هعلق على حضرتك بس بعد ما حضرتك تخلصي كلام. انا اعمل تصرف مرعب، اتعلم القفز بالمظله مثلا. أيوة. لا، هتعلم لغه جديده، هجرب اتعلم اعزف مزيكا، ليه لا؟ هجرب اعمل اكله جديده. انا مثلا فاشله في فاشله في الملوخيه، لا هقعد اجرب لغايه لما اعرف. لما اعرف ان هي تطلع زي اللي ماما كانت بتعملها او زي اللي تيتا كانت بتعملها او اي حد كان بيعملها حلو. ما يعني ما بتطلعش زي ماما خالص. مش زي الام، خلي بالك بس اهو، ما هي دي مغامره برضه يعني. فدي اللي بيشوف التعالج ده شخصيه مغامره جدا، وعنده استعداد جدا جدا ان هو يضحي علشان الاخرين. ده الكلام اللي كنت بتقوليه من شويه بقى، اللي هو ايه، انا بقول اسف عشان اراضي اللي قدامي. هو مش بيبقى عشان تعدي الموقف على فكره، هو بيبقى عشان تراضي اللي قدامك. يا اما بيصعب عليكي، يا اما هو غالي عليكي مش عايزه تقسي عليه. فده برضو تضحيه بنفسك. يعني خلي بالك جميل من أصلاً. النقطه دي انا مش زيي. خلي بالك من النقطه دي لانها مهمه جدا جدا. بس هو كمان اللي بيلمح الذئب اول حاجه بيبقى قلبه قوي، يعني بيخش في الامور يعني لو لقى حد مثلا واقع في الشارع وكل الناس ماشيه وسايباه، هو اول واحد يجري عليه ويشوفه وياخده على المستشفى وفاهمه اللي هو كده يعني. فده اللي بيقولوا انك تختاري الثعلب. اول وش بقى، اول الوش بقى. ايوه هقول لك حالا دلوقتي. اللي شاف الوش بقى ده انسان متامل جدا في الطبيعه، ومهتم جدا جدا بالحاجات الانسانيه، انه يقدم خير، انه يعمل حاجات هو حاسس انها بتقربه من ربنا، انه يقول لبني ادم كلمه تشجيع، يبتسم في وش حد، مهتم جدا بالحاجات الإنسانية دي. ولازم يومه عشان يعدي لازم يحس بالرضا عن نفسه بالليل بانه يكون عمل حاجة من دول. هو انا فعلا كده ده، شوفي على ما ينفع في كل حاجة بالظبط. انت عرفتيه بالظبط. طب انا بقى هسأل حضرتك سؤال بمناسبة الصور. اتفضلي. انا كنت الشخصية دي، هو ينفع اصلا ان انا شخصيتي تتبدل عشان موقف عشته في حياتي؟ طبعا اتبدلت 180 درجة. بس انا كلمة لسه كلمة بتخلي حياتك تتقلب 180 درجة، كلمة مش موقف، كلمة حد قالها لك، سواء كانت كلمة ايجابية يعني في ثانيتين كده. كان في ولد بيبيع لام رصاص في المترو، ونزل راجل اعمال غني جدا جدا يركب المترو لان عربيته تعطلت. فراح للولد وتعاطف معاه يعني، فاداله فلوس، وبعد ما وصل للمترو وركب قال انا يعني انا جرحت الولد، انا حسست انه شحات،
فرجع قال له انا اسف انا نسيت اخد الاقلام الرصاص. انا هاخد الاقلام الرصاص اللي انا دفعت ثمنها. انا بحييك انك رجل اعمال زيي، فانا تحيه من رجل اعمال لرجل اعمال. بعد ما عدت 20 سنة في مؤتمر كده لرجال الأعمال، لقى واحد شاب كده زي القمر داخل عليه، قال له أنا عارف إن حضرتك مش فاكرني، بس أنت غيرت حياتي بالكلمة اللي قلتها لي. أنا كنت عايش كشحات، شحات بيبيع أقلام رصاص، لكن لما أنت قلت لي إني رجل أعمال أنا صدقتك وغيرت حياتي كلها عشان الكلمة دي. أنت كنت سبب في نجاحي. شوفي، كلمة، وكلمة ممكن في وقتها ما كانتش حقيقية، بس كان فيها تشجيع تغير حياة بني ادم. خدي بقى اي موقف تاني، ممكن حد يقول لي تاني، حد تاني مثلا انت فاشل، عارفه الام اللي بتقول لابنها انت فاشل، ده هي بتأثر رسمت له فاشل. طريق الفشل. الاب اللي بيقول لابنه يا غبي، ابنه بيصدق وبيتصرف بغباء على فكره، رغم انه ممكن يكون كان ذكي جدا. فكلمه بتغير حياة بني ادم، دي اسهل حاجه، اسهل حاجه، لان احنا نبان من جوه من بره كده يعني جامدين ولا حاجه بتفرق معانا، بس احنا من جوه كل حاجه بتاثر. طيب يا دكتور، احنا اعرف ازاي ان انا شخص قوي او ضعيف وبعرف اتصرف ولا لا؟ طب احنا عندنا الاختبار التاني ده اللي هو الرسمه التانيه، ممكن نجيبها واقول لك. طيب خلينا نعرض الرسمه التانيه وبعد كده لو عايزه تعلقي نتكلم على الموضوع. ايه بقى الرسمه كده؟ قولي لي اول حاجه شفتيها ايه. اول حاجه شفت بحر يعني او نهر وفي شجرتين هناك. شفتي منظر الطبيعي يعني؟ مش كده؟ انا حاسه ان انا شايفه حاجه زي برج ايفل. زي برج زي ايفل. برج ايفل. مظبوط مظبوط. برضو تحبوا ردوا على مين الاول؟ شروق. اي حد. شروق. انا بتنزل عادي. طيب كويس. بصي، اللي شاف برج ايفل ده انسان بيهتم بالتفاصيل جدا وبيحسب كل حاجة بالمنطق وبالعقل. مش أنا خالص. انت متهورة ولا عشان كده انت ما شفتيش ده اول حاجة. على فكرة الناس بتفتكر ان دي حاجات كده بتاعت علماء، هم بيتعاملوا مع علماء النفس كمان على انهم شوية يعني، لكن الحقيقة الحاجات دي حقيقة، بتبقى حقيقية جدا. فاللي شاف برج ايفل ده تحسي ان هو كل حاجه حاسبها بالقلم والمسطره. معلش انا بس عاوزه اقول كلمه للمشاهدين، ان الاختبارات اللي احنا بنعملها دي مش لينا انا وامنيه بس، لا دي كمان ليكم انتوا كمان. ركزوا معانا في الصور، وكده كده الدكتوره اصلا بترد على كل حاجه، يعني اي حاجه انت شفتوها هي هترد عليك. تمام. كمان عندك ابتكار في يعني حتى في ابسط التفاصيل. ممكن تبقى في اكسسوار لابساه، في لبس جديد لابساه، في ممكن تعدلي فازه معينه بشكل معين في اوضتك وتحسي انها غيرت شكل الاوضه خالص. فاللي بيشوف برج ايفل ده مبتكر جدا، شخصيه مبتكره وما بتحبش التكرار. انا فعلا يعني بتزهق بسرعه. انا بعمل كده في اوضتي، اغير السرير من هنا لهنا الاتجاه عشان احس ان انا عملت حاجه. كل الناس قالوا لي الموضوع ده. طب وانا بقى. انت شفتي ايه؟ قلتي لي الاول منظر الطبيعي. شفت نهر. انسان عاطفيه جدا. وده واضح من اول ما اتكلمنا على فكره. انا بصي انسان عاطفيه جدا جدا، وما بتحبيش الحاجات العقلانيه قوي، يعني بتزعجك حقيقة. مش ما بتحبيش العقل، لكن بتزعجك ان اللي قدامك يبقى حاسبها بالمسطره والقلم. انت عايزه الموضوع يبقى اكثر رقه يعني. فده اللي بيقوله اختيارك يعني. طب في حاجات بقى تاني في الصوره؟ لو حد من المشاهدين شاف حاجه تاني غير الحاجات دي. لو إيه حد شاف، احنا شفنا ايه؟ هاتوا لنا الصوره تاني كده بعد اذنكم. في ناس مثلا هتكون شافت الوش ده. هو في رسمه وش، في وش رسمه الوش. دي بتقول انه انت بتهتم قوي 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 براي الناس فيك، بتتاثر جدا براي الناس فيك، وانت شخصيه ساحره وجذابه، لكن عندك عيب صغير انك بتهتم بشكلك ومظهرك زياده عن اللزوم، فده ممكن يطغى على اهتمامك بالداخل. دي حاجه وحشه. احنا قلنا ايه؟ زياده عن اللزوم. يعني اوفر عن الطبيعي. بصي دايما الوسط كويس. المعقول. ماشي. على فكره انت بالذات، الناس العاطفيين يعني، مش انت بالذات كامنيه يعني، انا عادي. انت كانسانه عاطفيه هتلاقي نفسك بتبالغي في حاجات كتير، فما تقوليليش ده صح ولا غلط. ده غلط. المبالغه في اي حاجه حتى لو كانت جميله غلط. طب المبالغه في ايه؟ انا مبالغه في العطاء. بس انا شايفاها حاجه مبالغه في الاهتمام بناس ممكن ما يكونوش طلبوا منك الاهتمام، مبالغه في المساعده لناس ممكن ما يكونوش محتاجين مساعدتك. فده بيستهلكك انت. دي حقيقه.
طيب انا بقوله. طب انا بقولك بقى ان انا كده دي بقى الشخصيه لما بتتغير ان انا بقيت الى حد ما مغامره. يعني شروق اتكلمت قبل الفاصل لما بتقول الخوف من اول خطوه، انا كنت شخصيه بخاف من اول خطوه في كل حاجه، لدرجه ان انا في كورسات ابقى دافعه مبلغ واخاف بس من اول يوم ان انا اروح وما اروحش ودي عليا كورس. انا وصلت بقى لدرجه الجامعه لما قلت لك عندي خوف من اول خطوه ان انا ادخل الجامعه في اول مره، بس انا عرفت اعالج ده. يعني انا فجاه كده الموقف اللي قلت حريك عليه ان موقف حصل، انا فجاه بقيت مجبره ان انا اتعامل مع ناس، حتى بقيت ببقى خايفه ان انا اخرج بره صحابي. انا عندي نطاق صحاب من واحنا صغيرين، انا ما بعرفش اغير، حتى الناس لو قربت مني قريبه منهم بس انا ليا صحابي. دلوقتي لا، بروح اي حته ليا صحاب في كل حته، فالشخصيه اتغيرت ان انا بقيت مغامره زي ما حضرتك فعلا قلتي. بقيت اي مكان انا بروحه عادي اللي هو ايه ده انا خايفه، لا انا غصب عني هجبر نفسي ان انا اروح المكان ده عشان اكسر الخوف ده. واضح وانا عالجت ده، كنت محتاجه الموقف ده جدا. انا عالجت ده بدليل ان انا معاكي هنا النهارده. اذاكي الموقف ده قوي صح؟ ايه اذاكي الموقف ده قوي؟ اذاكي نفسيا ضايقك؟ لا لا لا، هي حاجه جت من عند ربنا، يعني ظروف معينه، فانا كنت مجبره ان انا اتعايش مع ربنا الناس. ربنا سمح انك تتحطي قدام مسؤوليه فاضطريتي ان انت تتغيري، والموقف ده السبب لوجودي هنا. يعني انا لولا الموقف ده وان انا شخصيتي اتغيرت لولا ان انا شخصيتي اتغيرت كنت هفضل خايفه ان انا اقعد هنا. ده اخرني كتير قوي الخوف من اول خطوه طبعًا. خوف من اول خطوه نجاح ان انا اعمل اي حاجه انجح فيها طبعا. فدي الشخصيه اللي اتغيرت لما اتغيرتي. جميله عجبني وبقيت بعرف اقول لا، احنا كده كده كشف الحساب، انا مش هستعجل، احنا كشف الحساب هقوله قدامكم كلكم ربنا يستر. طب يا دكتور بعد ما عرفنا بقى نفسنا ازاي نعمل كشف الحساب ده بقى عملي؟ بصي انا لازم زي ما قلت مبدئيا اقبل عيوبي. ما هو اصل في ناس بتفهم فكره كشف الحساب دي ان انا ايه اذبح نفسي. لا، مش ده هدفنا ولا ده اللي احنا عايزينه. ما هو انا زي ما بقول اتعاطف مع الناس واتفهم خلفيات الموقف اللي هم عملوه ايه. انا لازم اعمل ده مع نفسي كبدايه. طب احنا دلوقتي عشان وقتنا احنا محتاجين نعمله دلوقتي عشان المشاهدين يعرفوا بيتعمل ازاي. قوي قوي، نجيب ورقه الورق والقلم حضروها. انا قلت لكم حضروها من قبل الفاصل ونكتب اهم اشخاص في حياتنا. اهم اشخاص في حياتنا، اقرب ناس او اهم ناس. كم واحد كم شخص يعني؟ ممكن 5. اوكي تمام. لو طلعوا اكتر من كده على فكره مسموح. اوكي، اكتب اكتر حاجه عجباني. لا مش لازم بالترتيب. طب انا عايزه المشاهدين كمان تبدا معانا الاختبار ده دلوقتي. يا ريت يا ريت ورقه وقلم واكتب اهم ناس في حياتي. مش لازم يبقوا في البيت من العيله، ممكن انا عندي ممكن يبقى مدرس درس لي حد مهم، ممكن ابقى طفل في العماره اللي انا ساكنه فيها حد مهم بالنسبه لي. طب انا كتبت مجمل يعني كتبت اوكي. شوفي كل حاجه عجباكي فيهم ايه اكتبيها. ما تقوليليش طبعا اكتبي لا تاني، قولي تاني كده. اكتب ايه اكتر حاجه عجباكي في كل شخص من دول بجد؟ وبعد ما تكتبي اكتر حاجه عجباكي اكتبي اكتر حاجه مش عجباكي فيه او بتضايقك منه. هي الحاجات دي تطلع للمشاهدين؟ لا خالص، ده بينا وبين بعض. ايوه بلاش، ما هم المشاهدين هيكتبوا اللي تبعهم، هم اكتر أيوة. ناس في حياتهم، هم مش حياه امنيه يعني. احنا مش هنقول، لا مش هنقول، محدش هيعرف. ايوه احنا بنقول لهم على ورق بس. انا ممكن اقول حاجه السكة. انا ممكن اقول الحاجات الحلوه في كل شخص لكن مش هقول الحاجات الوحشه. لا مهم انك تكتبي الحاجات الوحشه لان ده هينفعنا في الموضوع. ما هو على فكره ما حدش، بس ده كشف حسابك انت، مش مضطره تقدميه لحد يعني. طيب الخطوه اللي بعد كده عشان برضو ايه ناس تشتغل معانا اللي خلصت في البيت، يعني ممكن يبقى حد 2-3 مهمين في حياتهم وخلاص على كده. هو وقت البرنامج كده. طيب تمام، عايزين نكتب 20 حاجه كويسه في نفسي. 20 حاجه كويسه في نفسي. هتتفاجئي على فكره بعد ما تعرفي نفسك كويس، بعد هتكتبي بدل 20-30-40-50. احنا للاسف الشديد فكرتنا عن نفسنا بنبقى مستمدينها من الناس اللي حوالينا. طيب واللي بعده ايه؟ بعد ما تكتبي دولت تشوفي ايه اللي موجود من الحاجات الوحشه اللي انت كتبتيها عن الناس القريبين منك موجود فيكي، وتشوفي ايه من الحاجات الحلوه اللي عندهم موجود فيكي. طب وده معناه ايه بقى؟ هو ملوش معنى في علم النفس، احنا بنقدم كشف حساب، لكن انت غالبا بتعجبي بالحاجه اللي انت نفسك تقتنيها ومش موجوده فيكي. يعني بصي كويس على الحاجات اللي نقيتيها، هتلاقي انت نفسك تبقي كده. تمام. والحاجه اللي مضايقاكي غالبا برضو بيبقى في ظل منها عندك. ده حقيقي. انا خدتها منهم يعني، اكتسبتها منهم. لا، موجوده عندك، موجوده اصلا. اكتر حاجه هتضايقك في الشخص اللي قدامك غالبا بيبقى عندك منها. تمام.
فاهماني؟ طب هو بقى عشان كده بتضايقك، يمكن بتضايقك مش بس لانها صدرت منه، بتضايقك لان انت بتبقي عارفه انها عليك. وكفايه عليكم كده النهارده في كشف الحساب يعني. صح. بس مهم قوي يا جماعه زي ما كتبنا الحاجات دي نكتب 20 حاجه حلوه في نفسنا. خدوا وقتكم الناس اللي معانا في البيت، خدوا وقتكم واكتبوا، بس ما تفوتوش انكم السنه الجديده تبتدي من غير ما تكتبوا 20 حاجه حلوه فيكم. مهم قوي ده. دكتور احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وبشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وشكرا ليك يا امنيه. شكرا ليك يا شروق. شكرا ليك يا دكتور نورتينا. انا بشكرك على الحلقه اللطيفه دي. شكرا لحضرتك جدا. انا بقى النهارده في نهايه حلقتنا عايزه اقول ان كل واحد فينا عنده كنز محتاج يطلعه، وقبل ما يطلعه هو لازم يفهم نفسه ويحب نفسه علشان خاطر نبدا سنه جديده باحلام جديده باهداف جديده. ولازم كل ده، قبل كل دوت لازم رضا ربنا علينا، وده اهم شيء. كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم الحلقه الجايه في الحياه وما فيها.